كلمات من ذهب لأمير المؤمنين عليه السلام. قال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: وقد عز الأشعث بن قيس عن ابن له: يا أشعث، إن تحزن على ابنك فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. ابنك سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة. وقال عليه السلام: على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله عند دفنه: إن الصبر لجميل إلا عنك، وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. وقال عليه السلام: لا تصحب المائط، فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله. وقال عليه السلام: وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، مسيرة يوم للشمس. وقال عليه السلام: أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك صديقك، وصديق صديقك، وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك، وعدو صديقك، وصديق عدوك. وقال عليه السلام لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه: إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه. كلمات من ذهب لأمير المؤمنين عليه السلام.